يا صباح الفل، يا صباح السعادة، صباح يوم جديد وحلقة جديدة وبألف هنا. المشكلة المرضية اللي معانا النهاردة أعتقد ما فيش حد ما بيشتكيش منها، يمكن مش في الصيام بس، لأني أوقات كتير الحاجة دي بتظهر في أيام الصيام الكتير اللي احنا بنصومها. النقرس، نقرس مش بس من الأكلات الصيامي، لا ده كمان من أكلات كتير فطاري. إيه هي اللي احنا بناكلها بتسبب لنا مشكلة في النقرس؟ يعني إيه نقرس أصلاً؟ ويعني إيه اللي ممكن أحس بيه وأنا عندي مشكلة زي النقرس؟ إيه أعراضه؟ ممكن إيه بيظهر فين؟ حاجات كتير قوي بصراحة عايزين نعرفها عن النقرس. يمكن أغلبنا بيشتكي منها، نسبة كبيرة جداً بصراحة بيشتكي من النقرس. طب أكله إيه؟ طب لما يكون عندي ما أكلش إيه أو أكل إيه؟ حاجات كتير جداً هنعرفها النهاردة من ضيفتنا اللي مشرفانا النهاردة، دكتور إيريني كمال. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. مشكله كبيره جدا مشكله النقرس بصراحه، يعني فكره اني انا عندي نقرس، يعني ايه اصلا في البدايه عشان اعرف نتكلم بقى ايه اعراضه ايه اسبابه؟ طيب قبل ما ابدا اتكلم احب اقول لك ان كل الناس عندهم خلط ما بين النقرس وما بين زياده اليوريك اسيد. ارتفاع نسبه اليوريك اسيد في الدم ده مش معناها ان انا عندي نقرس، وفي نفس الوقت ارتفاع النسبه لفتره طويله هي اللي بتؤدي الى النقرس. او النقرس ده بقى اصلا ايه، عباره عن ايه؟ عباره عن التهاب مفصلي نتيجه ترسب الاملاح لفتره طويله على المفصل، فده بيؤدي الى التهاب في المفصل وبيؤدي الى الاحمرار والتورم جامد. من اللي بيختار المفاصل بتاعه القدم، خصوصا صباع القدم الكبير، ممكن الكاحل، ممكن الركبه، كل الكلام ده، فبيؤدي الى التهاب واحمرار وتورم والم شديد. الالم الشديد ده فعلا احيانا بيصحبه ارتفاع في درجه الحراره، احيانا بيبقى فيه تشققات في الجلد من كتر الورم اللي بيبقى موجود، لكن بيبقى حقيقي الم جامد جدا وانوينج للبيشنت. وده اللي بقوله لحضرتك، ان مش كل اللي عنده يوريك اسيد عالي بيوصل لان هو يبقى عنده الجاوت او النقرس ده. ده حاجه وده حاجه تانية. ده حاجه 20% بس من الناس اللي بيبقى عندهم ارتفاع في نسبه اليوريك اسيد في الدم، اللي هو تقريبا اكتر من 6.8 من 10 ل 7، هم دول اللي بيصابوا بالنقرس. المشكله دي برضو يا دكتور طبعا. طيب احس بايه لما يكون عندي نقرس؟ كويس. اولا انا لما بيبقى عندي ارتفاع في الحمض اليوريك اسيد، غير لما يبقى عندي النقرس زي ما كنت بقول لحضرتك. لو انا بس اليوريك اسيد عندي عالي انا مش شرط احس بحاجه، الا لو هو تطور لمرحله الالتهاب المفصلي ده او عمل حصوات في الكلى. لكن لو عندي نقرس بقى بيبقى عندي احمرار وتورم في المفصل، الم جامد قوي. الالم ده فعلا ممكن يصحي من النوم، معاش يعني درجه حرارة بسيطة أحيانا توصل ل 38. الأتاك دي بتاخد تقريبا 2 ل 3. during الأتاك دي المفروض إن احنا بنتوجه للطبيب، لأن 3/4 الناس بيعملوا مشكلة كبيرة إن هم بيلجأوا إن هم ياخدوا علاجات اليوريك أسيد، الأدوية اللي بتوطي اليوريك أسيد في الدم. وده بيزود الألم في الوقت ده والهجمة. ما ينفعش إن احنا ناخد الأدوية دي في الوقت ده. بقى مسكنات وأدوية معينة هي اللي ممكن ناخدها، مش أي دواء تاني. علشان كده ضروري في الوقت اللي بيبقى فيه هجمة أو أتاك من النقرس يبقى فيه استشارة للطبيب علشان الموضوع ما يزيدش والألم ما يعني ما تطورش. أكيد. طب هل بيتعرض ممكن اعراضه مع حاجه تانية؟ يعني فكره ان التهاب وتورم، بس في ناس بتشتكي بحاجات اكتر من كده، انا مش قادره امشي خالص، انا بحس زي ما يكون في كده ابر في رجلي او بنحس شكشكه كبيره، بيتعارض ده مع حاجات تانية اقدر افصل بينه وبين النقرس؟ بصي النقرس فعلا في امراض كتير قوي بتدي الم شبهه. من اكتر حاجات الجاوت، في حاجه تانية اسمها سودو جاوت، النقرس الكاذب. احنا بنفرق ما بينهم لما بيبقى فيه الاتاك دي عن طريق بيتسحب عينه من السائل اللي موجود في المفصل وتتفحص تحت الميكروسكوب. ففي حاله النقرس بتبقى بنلاقي حاجه اسمها نيدل شيب سيلز، لكن هنا بتبقى رومبويد شيب، فبتتفرق بالفحص الطبي. يعني ممكن برضو الروماتويد وامراض المناعه كلها بتتشابه جدا مع الالم بتاع النقرس، بس بيتفرقوا عن بعض طبعا بالهيستوري، بباقي التحاليل، بالاسباب، بريسك فاكتورز، اخر حاجه بالسونار المفصلي. يعني في السونار المفصلي لما بنعمل الروماتويد بنلاقي حاجه اسمها ساينوفايتس، لكن لو حد عنده جاوت بيبقى دبل كونتور ساين، فده باتجاه وده اتجاه. اهم من ده كله ان اصلا مريض الارتفاع اليوريك اسيد او النقرس ده يعني ايه سببه؟ يعني مين المريض اللي بشوفه ببقى عارف ان ده عنده كده؟ اول حاجه لو حد وزنه زياده
زيادة الوزن من أكتر الحاجات اللي بتتسبب في ارتفاع نسبة اليوريك أسيد في الدم أكتر من 6.8/7. تاني حاجة المرضى اللي عندهم دهون عالية في جسمهم وخصوصا الدهون الثلاثية مش الكوليسترول بس ولا الليبت يعني ولا LDL ولا أنواع الدهون التانية especially الدهون الثلاثية. المرضى اللي عندهم كسور في الكلى لو مريض جايلي وعنده كسور في الكلى وعنده الأعراض دي طبعا بشك بنسبة كبيرة ان هو ده ممكن يبقى عنده جاوت او نقرس. المرضى ارتفاع ضغط الدم دول برضو من الناس اللي يعني هاي ريسك ان هم يجيلهم. بعض الأدوية الناس اللي بتتناول بعض الأدوية كمدرات البول ده برضو بيؤدي الى ارتفاع نسبة اليوريك أسيد في الدم وده بيؤدي الى مشاكل في المفاصل وممكن مع الوقت تتطور الى انه يبقى نقرس. طب نروح لدايما حاجه مشهوره جدا ده يمكن سبب النقرس الفول اكل الفول وكتر اكل الفول والحاجات اللي زي دي ده حقيقي فعلا؟ طيب هو النقرس اكتر حاجات وجبات مسببه مش خليني اقول لك مش مسببه هي مش بتتسبب في المرض أيوة. لكن هي بتريجر او تعمل الزقه ان الالم والاعراض تبدا تحصل لكن مش هي اللي بتتسبب خالص يعني الاكل ما يتسببش اصلا في الجوت يعني مش كترها ممكن يديني المشكلة دي يزق الجسم يعني يترجر ان انت تدخلي في اتاك وتدخل ويبدأ التورم يحصل والالتهاب لكن مش هي السبب الاساسي لازم يبقى عندي سبب يعني حاجة من الحاجات اللي كنت بقولها لحضرتك تبقى موجودة واليوريك أسيد يبقى عالي مع اكل الوجبات دي بكمية كبيرة يبدأ بقى ايه يحصل الاعراض تظهر. من اكتر الاكلات اللي فيها بيورين كتير البيورين ده هو اللي بيتحول اليوريك أسيد وبيعلي اليوريك أسيد في الدم الأسماك التونة الرنجة الإنشوجة الفسيخ عشان شم النسيم دي من الحاجات اللي فيها يوريك أسيد عالي قوي. اللحوم الحمراء كل اللحوم الحمراء خصوصا الأعضاء الداخلية اللي هي الكبد والكلاوي والحاجات دي كلها فيها نسبة الحاجات دي كلها احنا داخلين عليها شفت كده يعني الدقيق من الخضروات في طبعا في بعض انواع الخضروات فيها نسبه يوريك اسيد اعلى زي مثلا السبانخ الارنبيط المشروم فيها نسبه يوريك اسيد اعلى من بعض الخضروات التانية البسله والفاصوليا الحاجات دي كلها فيها نسبه بيورين عاليه بس اقل شويه من دول. الفول يعني كل الحاجات دي فيها نسبه يوريك اسيد بس اقل شويه من السمك واللحوم الحمراء. مفروض ان احنا لما بنبقى يعني بيجينا مريض بنشوف تحليله شكله ايه وهل جاله هجمه مثلا مره واحده والموضوع اتكرر تاني ولا خلاص هي مره وما تكررش هل هو عنده كمان حصوي في الكلى ولا لا ولا هو كويس ما فيش انت مشاكل. بتبص الاول على الهيستوري المريض لو هو عنده مشكله مرضيه تانية طبعا لازم نشوف هيستوري المريض لانه في كمان لو حد مثلا عنده سكر او حد من مرضى الكانسرز والكرونيك ديزيزز بيبقى عندهم اليوريك اسيد عالي فلو احنا نتكلم على ايه الاطعمه المفضله لمريض يوريك اسيد فلسه هقول لحضرتك ان اول حاجه بنديها له النشويات لان هو مش بيقدر ياخد بروتين كتير ولا فات فبالتالي بياخد نشويات كتير عشان يشبع بس لو هو مريض سكر مش هيقدر ياخد نشويات ولو هو بيعاني من دهون او سمنه او وزن زياده بالظبط كده فعشان كده بتبقى يعني بتتظبط بطريقه مختلفه بناخد نسب معينه معتمده على الحاله الصحيه للمريض يعني فيش حاجه ثابته اقدر اقول ده حد ياكلها على طول لكن احنا متعارف عندنا ان اللي عنده نقرس لا يا جماعه ما ياكلش لحمه حمراء خالص لا ما ينفعش خالص ان هو لا هو صحيح. ينفع بس بنسبه معينه بطريقه معينه اهتم قوي ان انا باكل وانا باكل الكلام ده اشرب كميات مية كويس على الاقل 3 ل 4 لتر مية لو انا عندي حصاوي لا بحتاج اكتر احيانا من ال 4 لتر مية بحتاج بعض المشروبات العشبيه اللي بتساعد في بريكوشنز كتير بناخدها بس اللي برجع اقوله لحضرتك ان العلاج مينلي بيبقى في الدواء وفي التشخيص الجيد والفحص الجيد لكن فكرة التغذية دي حاجة من الحاجات اللي بتقلل شوية من دخول في الهجمة أو من مشاكل وسيفيريتي بتاعة الأعراض يعني ما ينفعش أقول لمريض النقرس أنت في حاجة ممنوعة منك نهائيا بنقول الحاجات دي نقلل منها إلا لو هو جاي بقى في سبيل يعني أتعاك جامدة قوي وخدت أكتر من مفصل وعنده التهاب جامد قوي أحياناً من كتر الالتهاب بيتداخل تشخيص النقرس مع الالتهاب الخلوي
من كتر الالتهاب ما بيبقى جامد قوي واحمرار وتورم جامد قوي في الرجل، فاحيانا كتير قوي بيشكوا ان هو التهاب خلوي. وطبعا بنتعمل فحوصات عشان ندفرنشيت بين الاثنين دول. فعلشان كده النقرس من الامراض المؤلمه جدا المزعجه جدا لازم ناخد بالنا منها، علشان لو اليوريك اسيد بتاعنا كان عالي ما نضطرش ندخل فيها، لان هو لما بيتساب عالي لفتره طويله بيبقى احتماليه الاصابه بالنقرس عاليه، وبالتالي اي حد اليوريك اسيد بتاعه عالي ممكن يصاب بالنقرس، بس مش اكيد ان هو هيصاب بالنقرس. لكن الاكيد ان اي حد عنده نقرس كان عنده يوريك اسيد عالي لفتره طويله. طب الناس اللي عامله انظمه دايت بتحتم عليها انها تاكل بروتين مثلا او دهون او ده ازاي بقى لو هو مثلا بيعاني من مشكله زي النقرس دي؟ بياكل دهون صحيه، ممكن يقدر ياكل سمك بلطي، سمك بوري، فراخ عادي مفيش مشكله منها. الحاجات دي كلها بنقدر ناخدها، لكن بيبقى في تفضيل لحاجه عن حاجه. يعني مثلا الناس بتحب تاخد في التشيت ميل بتاعتهم وز او بط، لا مين احسن؟ هما الاثنين مش احسن حاجه، بس البط مثلا احسن من الوز، فاهمه قصدي ايه؟ فبيبقى احيانا لازم تظبطي الاكل ونوعه معتمد على اللي قدامك عايز ايه ويقدر ياكل ايه. طيب انا اكتر حاجه بقى بتعجبني في مركز سان جوزيف المنظومه الطبيه حقيقي اللي بلاقيها جوه المركز، بيبقى فيه كذا حاجه وفي دايره كده حلقات وصل ما بين الطبيب والاخر. هي الحقيقه ان مرضى النقرس بيزعجوا دكاتره العظام جدا جدا بجد يبقوا طول الوقت ده حقيقي بيزعجهم جدا، لانه بيبقى الم في المفاصل فبيفضلوا رايحين جايين عايزين يعرفوا ده ايه بالظبط. احيانا بيفتكروا ان لا الالم ده اكيد اعلى من فكره ان انا اخد العلاج ده وخلاص، بس فبيبقى الموضوع فعلا انوينج. لكن الحلو بقى عندنا ان اوريدي دكاتره الروماتيزم والمناعه متواجد، اللي هم اصلا متخصصين في علاج الجوت. يعني مبدئيا اللي عنده نقرس بيبقى محتاج يروح لطبيب روماتيزم ومناعه او طبيب كلى في حاله وجود حصوي في الكلى. فالاطباء الروماتيزم المتواجدين بيقدروا يكتشفوا طبعا الموضوع ده بمنتهى السهوله، ومع المتابعه المستمره الالام بتقل جدا جدا جدا، ويعني ما بنتعرضوش لهجمه تانية لو هم خدوا احتياطاتهم من اول مره حصل فيها المشكلة دي. والمشكلة دي ممكن تستمر في العظم كتير، يعني ممكن أتابع كمان مع دكتور عظام أو علاج طبيعي أو القصة دي تبقى ممتدة معايا؟ والتورم والالتهاب بيستمر من يومين لخمس أيام sometimes أسبوع، بس الهجمة دي الفكرة ما تتكررش كتير، لأن تكررها كتير ده هو اللي بيعمل الألم شديد جدا، لأنه عارفة ألم أكتر من أي ألم تاني. حقيقي بيبقوا بيصرخوا، المفصل بيبقى لونه أحمر وسخن ومتورم، فالموضوع بيبقى كبير، بيبقى غير القصص المتعارف عليها عندنا ان انا حاسس ان مفاصلي وجعاني كعب رجلي وجعني فانا هروح اعمل تحليل يوريك اسيد. لا يا جماعه خالص الموضوع مش كده. دي المشهوره دي، ما هو كعب رجلي وجعني ده ممكن يبقى عشان انا بقف كتير، شغلي طبيعه شغلي بتتحتم على ان انا افضل واقف. الحذاء بتاعي بيبقى ضيق على رجلي، بلبس هاي هيلز لو عندي شغل حاجه معين، حد وزنه زياده محمل على رجله طول الوقت، فطبعا دي حاجة من الحاجات دي. بمارس رياضة عنيفة، مش ببقى لابس حذاء مناسب للرياضة اللي أنا بعملها، فدي أسباب كتير قوي لمشاكل الكعب غير خالص نقرس واليوريك أسيد. دي حتة تانية خالص، بس احنا بيختلط علينا الأمر ان كله عشان احنا بنحب نشخص نفسنا. دي مش مروح للدكتور، انا اروح ما انا عارفه الاعراض وبشوفها وممكن اخد دواء حد، يعني هي الفكره ايه يعني؟ دي مشكله حقيقي، ده حقيقي مشكله كبيره. ده حقيقي. طيب لو قلنا عايزين كده نظام غذائي او ايه الوجبات الصحيه، توقيتها ايه المريض النقرس ده عشان ما يحصلش مضاعفات اللي هنتكلم عليها برضو بعد شويه؟ اكتر حاجه كويسه قوي لمرضى النقرس النشويات، يقدروا ياكلوا نشويات، حبوب كامله، منتجات الالبان قليله الدسم، كل الاسماك اللي زي السمك البلطي. طب لو هنقول احنا في الصيام يا دكتور، لو اللي هو حد بيتفرج علينا دلوقتي وعنده مشكله في النقرس وفتره الصيام لسه قدامها شويه، ايه اللي ممكن ياكله في الفتره دي ما تسببلوش او ما تزودلوش الالم؟ البطاطس، المكرونه، اي خضار مسلوق، اي خضار مطبوخ خفيف ما فيش مشكله خالص منه، كل انواع السلطات، كل انواع الفاكهه، المكسرات،
كل الوجبات سهله يعني ما فيش مشكله، بالعكس في الصيام الدنيا سهله يعني ما فيش لحوم كتير، فيش سمك. هي الفكره في كده. بس هي الفكره ان الناس مبرمجه ان هي لازم تاكل فول وطعميه بكميه كبيره وقت طويل. صحيح. فالفول والطعميه طول الوقت مع لو حد مثلا يوريك أستاع عالي قوي لا هيتعب طبعا، دفنتلي فيهاش كلام دي. طب ايه اللي ممكن ياكله الصبح؟ وكمان لو مريض مثلا سكر هيبقى محتاج طبعا وجبات خفيفه ما بين الوجبه والتانية، ايه اللي ممكن يتبعه اثناء المشكله المرضيه؟ الصبح ممكن ياكل شوفان، ممكن ياكل بطاطس مسلوقه، ممكن ياكل سلطه ويحط عليها مثلا بطاطس برده ويحط عليها مشروم بكميه قليله، ممكن ياكل نوتس مع قهوه، ممكن ياكل فاكهه، في حاجات كتير. السناك ما بين الفطار والغدا ممكن ياخد فاكهه، تبقى حاجه سهله وخفيفه وفي نفس الوقت ما تعملش مشاكل ولا تعلي السكر. الغدا هو ممكن ياخد رز وخضار وسلطه، ما فيش مشاكل خالص كميه. لا يعني لو مثلا حد دايبتك، لا انا بدي السكر سوري الرز بكميه قليله مش بفتح في الكميات. لكن لو حد تمام ما عندوش مشكله، لا بيقدر ياكل رز وخضار وسلطه زي ما هو عايز. ياخد سناك تانية فاكهه برده فيش مشاكل. يجي بالليل ممكن يتعشى شوربة خضار، ممكن يتعشى بطاطس تاني، شوفان، فاكهة، في حاجات كتير ممكن نقدر ناكلها ومش هيبقى في منها اي مشكلة. فالموضوع سهل، بس احنا الفكرة ايه؟ ان احنا نبدأ بقى نتعود ان احنا نشرب مياه كتير على مدار اليوم. نمتنع عن المشروبات الغازية، المشروبات الغازية فيها المحل او كل المشروبات المحلاة بالفركتوز من الحاجات اللي بتعلي اليوريك اسيد قوي، ما يعني دي حاجة برضو مهم. مشروبات الشعير، البيرة، والمشروبات الكحولية من الحاجات اللي بتعلي اليوريك اسيد قوي. طب مشروبات الكافيين بقى يعني؟ لا كافيين اوكي، ما فيش مشكلة. لا 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 الكافيين ما فيش مشكلة. شاي هو مينلي كل الاستاديز معمولة على القهوة بتأبروف ان هي تمام جدا. الشاي بصراحة عليه ديبيت في كل الاستاديز اللي معمولة، بس عشان تبقي في السيف سايد ممكن تغطي ماكسيمم مرتين لثلاثة في اليوم مش اكتر من كده، ما فيهوش اي مشكلة. عشان الناس اللي بيبقى حياتها بصراحة قهوة وشاي يعني بيبقى صعب قوي انك تمنعيهم، دول لازم يغيروا اصلا يعني. لو انا طول الوقت بشرب قهوة وشاي وفي ستريس هبقى طول الوقت معرض لان انا ضغطي يعلى، فهاخد ادوية ضغط فاليوريك اسيد بتاعي هيعلى، فيعني هنلاقي روحنا ايه داخلين في نفس السايكل. صحيح. طب عايزة اروح لنقطة مهمة جدا وهي يعني ثقافة بسيطة بتاعتنا، يعني كل واحد زي ما حضرتك قلت بيشخص نفسه. ممكن انا اروح الصيدلية اجيب لنا حاجة خلاص هي بتريحني او يعني كاد يكون هي بتريحني وخلاص ما فيش اي مشكلة وانا اللي اعمل كل القصة دي. طب مضاعفات ده ايه بقى وخطر ده ايه اللي ممكن انا احس بيه بعد كده؟ لا ده خطره كبير قوي يعني. لو انا في الاتاك دي او انا عندي التهاب وتورم المفصل دلوقتي وقررت ان انا اروح الصيدلية اخد اي دواء من الادوية اللي بتقلل اليوريك اسيد، لا دي بتدخل لي في كومبليكيشن، الالم بيزيد جدا وبدخل في مشكله اكبر بكتير. اثناء الفتره اللي بيبقى فيها التهاب في المفصل ما بناخدش حاجه غير المسكنات ومضادات الالتهاب، ونوع واحد من الادويه هو اللي ممكن بناخده تحت اشراف طبيب ومش لكل الناس. لكن لما بنروح بقى وناخد اي ادويه من الادويه المتعارف عليها بنلاقي الموضوع حصل له فلير وتعب قوي ومش قادر يعني فعلا الالم بيبقى بيصحيهم من النوم مش بيبقوا مستحملين. فهي دي الفكره، احنا لازم في الوقت ده نستشير الطبيب، لانه اي حد هيدي لك نصيحه اكيد مش هتبقى مظبوطه. لا اكيد. لا كمان لو المشكله بقى كلى وحصاوي في الكلى من اليوريك اسيد العالي، فانا لازم في الوقت ده اشوف علشان خاطر ما يحصليش انسداد في مجرى البول، ما يحصل ما تدخلش في كومبليكيشن واحتباس في البول وده بينفخ الجسم ويورمه. فلما بنعالج الحاجه من اولها بيبقى المضاعفات بتقل او مش بنوصل للمضاعفات من الاساس. طب انتوا بتتعاملوا مع المريض اول ما يجي لكم ازاي بقى؟ يعني احنا انا باجي بمشكلتي، ايه اللي بيطلب من المريض سواء يعمله او يحلله او اللي يمشي عليه، ايه الحاجات دي كلها؟ طيب مريض بيبقى داخل عنده مشكلة مثلا ان هو عنده ألم او تورم في الصباع الكبير في قدمه واحمرار، وده شيء واضح جدا تمام. بنشوف اولا بناخد منه هيستري، بنشوف الريسك فاكتورز بتاعته اخبارها ايه، وزنه زيادة من امتى ده جديد ولا هو طول عمره وزنه زيادة، هل هو مريض ضغط، هل هو مريض سكر، هل هو عنده مشكلة في الكلى، هل فاميلي هيستري عندهم كوليسترول وترايجليسرايدز يعني عندهم مشاكل في الدهون في الدم كلهم.
هل هو بياخد اي ادويه مدرات للبول؟ لان في مثلا ناس كتير قوي بتقرر فتره تاخد ادويه مدرات للبول مع نفسها كده، لو ضغط اي حاجه بسيطه لو قرر ان هو جسمه مورم ولا ومش قادر كده. بعد ما بناخد الهيستوري بنبدا نعمل اكزامينشن بيفحص المريض علشان نفرق فكره ان هو مريض نقرس عن باقي الامراض الثانيه زي ما كنت بقول لحضرتك. بعد كده بتطلب منه فحوصات وتحاليل معينه، اذا كان مثل تحاليل يوريك اسيد في الدم ولا الاشعه اللي بتتعمل او السونار المفصلي، كل واحد حسب الحاله بتاعته. وبعد النتائج طبعا بنبقى واصلين للصوره كامله، نبقى قادرين نعرف المريض ده فعلا مريض جاوت ولا لا. وبيبدا ياخد علاج بشكل معين، واثناء فتره العلاج بنقول في اكلات محتاجين ما نزودش منها، في اكلات محتاجين ناكلها، في لايف ستايل جديد محتاجين نعيش بيه، في سوائل كتير محتاجين نشربها. بندي بقى شوية instructions عامة علشان يبقى المريض عارف يقدر يعيش ازاي ويمشي يومه ازاي. هي المشكلة في الكميات ولا المشكلة في التكرار الحاجة اللي أنا بأكلها كتير؟ يعني لو مرة واحدة أكلت حاجات كتير مش هتظهر لي المشكلة، ولا لو أكلت ده على مدار حاجات كتير؟ لا، ما هو الموضوع بقى هو حضرتك جاية هل عندك أتاك قبل كده ولا لا، والتحليل بتاعك رقم كام؟ يعني هل 6.8 اخر وانتي 7 ولا 12؟ يعني فاهمه قصدي؟ فالموضوع ما بيبقاش كده، لكن بيبقى اسسمنت حسب كل حاله غير الثانيه. وبعدين في ناس فعلا بيبقى من ابسط حاجه بيدخلوا في كومبليكيشن. ما انا قصدي كده، ان ممكن لو حد حاجه بسيطه ممكن يتدخلهم في قصه بسيطه قوي. لا، لكن ممكن مثلا من حاجه كل كميه كبيره مره واحده، او ممكن وبتظهر مرة واحدة. ما هو بتظهر لأنك يوجوالي بتبقي مش عارفة إيه اللي يعني هم بيجوا أصلا بتظهر لهم مرة واحدة، ومحدش بيبقى جاي عنده خلفية. صحيح. لأن إحنا ما عندناش الثقافة بتاعت إن أنا أعمل التحاليل علشان أبقى متأكد إن أنا كويس، إحنا لازم نعمل تحليل عشان نكونفيرم وجود مرض، لكن ما فيش الفولو أب اللي بيتعمل طول الوقت. المفروض إن إحنا كل ماكسيمم 6 شهور نبقى عاملين فحوصات معينة كده عشان نبقى مطمنين إن إحنا ما عندناش أمراض معينة. لكن لو ما بتحصل الأتاك يبتدوا بقى، طب هو حضرتك عندك ضغط؟ ما عرفش، مش بيها. طيب حاجة عندك سكر؟ ما عملتش تحاليل قبل كده؟ احنا داخلين في قصة صدقيني في كده فعلا، هو كده على طول بس. فبتبقي بتدوري علشان ما بيبقاش فيه يعني معلومات ثابتة. زي ما بقول لحضرتك لو في تحاليل موجودة بشكل دوري طبعا بتسهل القصة جدا. ما انا هعمل ليه تحاليل وانا ما عنديش مشكلة ظهر؟ عشان ما يجيليش مشكلة. ما دام ما فيش مشكلة، يمكن دي ثقافتنا يا دكتور، ما فيش حد هيروح يعمل تحاليل يطمن على نفسه هو ما اشتكاش من حاجة او ما ظهرش عنده اي حاجة. طيب ما هو انا لو عملت تحاليل اكتشفت ان انا ديابيتك او عندي قابليه ان يجيلي سكر او عندي مقاومه انسولين وبدات اخس واظبط اكلي، مش هدخل في سكر. لكن لو انا سبت نفسي دفنتلي هلاقي روحي في يوم من الايام مريض سكر. لو انا بهتم مثلا بصحتي كل فتره واكتشفت ان انا حد مثلا انيميك، مش هستنى لحد ما بقى تعبانه قوي ومحتاجه نقل دم، فهبدا اخد دواء من دلوقتي فالموضوع هيتحسن بشكل جرادولي. فهي دي الفكره، احنا بنبقى محتاجين كل فتره صغيره نعمل تشيك اب عشان خاطر نطمن ان ما عندناش مشكله. ومش بنتحرم من الاكل؟ لا بصي، مفيش حرمان خالص بجد، في كل حاجه نقدر ناخدها بكميه معينه. وسيريسلي الالم الشديد اللي المريض بيبقى فيه بيخليه فعلا خايف يقرب من بعض الوجبات والحاجات. ده حقيقي. في ناس انا برضو ايا كانت المشكله يعني. لا بصي، ما فيش اي حاجه ينفع يتحرم منها خالص. هو بيبقى لطيف ان ناخد كل حاجه ان مودريشن فتبقى خلاص الدنيا تمام. لكن الفكره انك لما بتزودي قوي في حاجه او تقللي قوي في حاجه، الاكستريمز دي بتخلي البيشنت مش قادر يكمل من الاساس. احنا كنا ظالمين الفول بصراحه يا دكتور، يعني كنت طول فتره الصيام الواحد فول وطعميه، وهو ده اكتر واحد مشهور يعني، عشان مفيش غيره في الصيام بقى خالص. مش ولا اللحمه ولا السمك في الوقت ده. ما هو انا بشوف بقى اللحمه في الفطار، فدي برضو يعني مش الفكره هتبقى في الكميات. دي ده حقيقي، الفكره في الكميات. يعني بنيجي في ناس بنديهم مثلا ربع الفرخه بياخدوا نصها مثلا بجد. ده كلام يا دكتور. بنحتاج احيانا كتير قوي ان احنا نقلل جدا، نعمل ليميتيشن جامد لكميات البروتين في بعض الحالات، لكن مش كل الحالات بنعمل معاها كده. في حالات كتير لا، اوكي ممكن تاكل ده وتاكل ده وتاكل ده، مفيش اي مشكله. ديبندس على تحاليله شكلها ايه وحالته الصحيه شكلها ايه. والمشكله المرضيه طبعا لو هو عنده مشكله الهيستوري ده حاجه مهمه جدا. عايزه تاني ارجع للمركز بقى، يعني انت بيعانوا
دكاترة العظام من الموضوع ده جدا حقيقي. بيبتدوا يتعاملوا ازاي مع مريض النقرس بقى؟ هو طبعا بيكسكلود الاول وجود اي مشكلة تانية، يعني اهم من اي حاجة ان احنا بنحاول نطمن انه لا هو ما عندوش خشونة، ما عندوش مثلا سيبتك ارثرايتس، ما عندوش نوع معين من الالتهاب في المفاصل، يعني في كذا حاجة لازم نطمن ان هي مش موجودة، والدكاترة العظام هم اللي بيقوموا بالقصة دي. ولما يطمنوا تماما ان مفيش اي حاجة من ناحيتهم وان الموضوع كله جاوت او يوريك اسد عالي، بيعملوا للبيشنت دول ريفير لدكاترة اروماتولوجي وهم اللي بيتعاملوا معاهم، عشان بتبقى رحلة طويلة. الحالة بتبقى صعبة، يعني بيبقى الألم فعلا هما حاسين ان الموضوع صعب وممكن يرجع تاني ولا لا؟ ممكن يرجع طبعا، الهجمه ممكن تتكرر في اي وقت لو ما التزمش بالعادات الصحيه السليمه، لو ما التزمش بالعلاج لفتره كويسه طبعا الهجمه ممكن ترجع اقوى. ترجع. دكتور ولا احيانا بترجع اقوى بكتير واحيانا يعني هي الفكره ان انت ما بيبقاش عندك يعني حاجه شور هتحصل، يعني ما تقدريش تقولي مثلا المره دي جت هجمه فدفنتلي هتيجي بعد اسبوعين، لا ما فيش حاجه اسمها كده، يعني انت وظروفك. طب فتره العلاج لو ما التزمتش، انا عارفه انا ممكن خلاص. طب فتره العلاج دي ممكن تبقى طويله ولا دي ديبند اون على يعني لا بتبقى مش طويله قوي، بس بتعتمد على التزام المريض. يعني لو المريض ملتزم بطريقه بغذاء صحي، ملتزم بادويه، ملتزم بشرب المياه الكتير، بالامتناع عن كل الحاجات الاغذيه اللي هي الغير مسموح بيها، لا بيتحسن بشكل كبير بسرعه وخلاص. لكن لو المريض مكبر دماغه اول ما ابتدى يتحسن شويه خلاص ما فيش اي حاجه تاني، فطبعا الموضوع بياخد وقت اطول. انا بتكلم في النقطه دي، انا ممكن اكون خلاص انا حسيت ان الدنيا تمام بالنسبه لي وابتديت خلاص الدنيا حلوه وما فيش الم زي الاول، فخلاص بقى انا خدت الحته الاولانيه وارجع بقى زي ما انا كنت. ده فكر المريض المصري. لا بالظبط. ما دي ثقافه يا دكتور، دي ثقافه بسيطه عند الناس، انا ما دام خلاص بقيت كويس مش لازم استمر بقى على العلاج او جلسات. استمر على العلاج علشان ما تعبش تاني، هي مش الفكره ان انا اول ما ابقى كويس على طول اوقف الادويه كلها، طيب انا كده هدخل في مشكله تاني، هي دي الفكره، احنا لازم نكمل، لان دكتور بيبقى قايل مثلا العلاج ده لفتره معينه. نكمل الفترة عشان خاطر ما ندخلش في تعب تاني وفي مشكلة تانية. حسيت ان انا بقيت كويس. حلوة قوي، ما احنا بناخد العلاج عشان نبقى كويسين، بس احنا عايزين نبقى كويسين وما نتعبش تاني. الاهم من ان احنا نبقى كويسين دلوقتي. بس المريض شوية بيبقى عنيد احيانا طبعا، بيبقى الموضوع مش اسهل حاجه طبعا، ظروف الشغل كمان بتخلي الناس مش مركزين قوي ومش قادرين يقبلوا فكره الريستراكشنز، بس بيجي بعدين الالم نفسه خلاص بيخليهم مضطرين يعملوا كده. ده مشكله كبيره قوي دكتور. طب لو قلنا روشته بقى للناس دي، وروشته مختلفه من مريض لمريض عشان نبقى عارفين، يعني يمكن المرضى مش كلهم واحد وحالاتهم المرضيه مش كلها واحده، فلو قلنا روشته عامه، ايه المريض اللي ممكن ياكلوا يشربوا الحاجات اللي ممنوع منها نهائيا؟ هنقول ان ما فيش الكلمه دي، بس فيها حالات لا ما ينفعش تاكل الحاجات دي. طيب اول حاجه نلتزم بالرياضه، نحاول نمارس الرياضه على الاقل 5 ايام في الاسبوع. تاني حاجه شرب كميه ميه كبيره، من 3 ل 4 لتر ميه كل يوم، دي حاجه هتبقى مهمه جدا جدا. طب عايزه اقف عند حته الرياضه، ما انا رجلي وجعاني وانا لا ما احنا مش اثناء الاتاك يعني مش ديورنج الاتاك وانا وانا عندي التهاب ومش قادره، لا هو الوقت مش تقدري تتحركي خالص، بس الاحسن ان في الحياه بصفه عامه ان احنا نبقى بنمارس الرياضه، دي بتفرق جدا. التالت حاجه الاكل بقى، الوجبات الصحيه السليمه، الامتناع عن اللحوم الحمراء، اللحوم المصنعه، الاسماك، الانشوجه والتونه والرنجه والحاجات دي كلها، العصاير المحلاه، الكحوليات، كل الكلام ده لما بنتبعه بفتره طويله بنحصل على نتائج احسن، وان شاء الله ما فيش نقرس بعد كده ان شاء الله. ميرسي ليك يا دكتور إيريني. ميرسي جدا. شكرا ليكي دكتور إيريني كمال، استشاري التغذيه العلاجيه بمركز سان جوزيف الطبي. شكرا ليكي مره ثانيه. مشاهدينا ما خلصتش حلقتنا، لكن استنونا بعد الفصل وهستنى كمان رسائلكم والحاجات اللي انتوا حابين ان احنا نعملها في برنامجنا على صفحة سي تي في ايجيبت، لكن بعد الفصل.